بدنا صف الثاني ابتدائي نقدم مسرحيه. سلام عليكم. اول نبتة داخل كبيرة إلنا يمنا عشان كمان مجنون. كلنا بنعرف انه الانشاء هو قالب يصب فيه الانسان افكاره. افكاركم كانت مثل الوان الربيع، عن جد حبيت. بدي اقول للمجاية كلنا بنعرف انه الانشاء نعرف يا مس فنين، فن الكتابة وفن الحديث. تعبير جيد بس تفهمه. بلشت انت كمان؟ مس خبيرة ما بقى تحرقي. زينة اخذنا كلنا 10/10. كيفكم بعدين 9 و9.5؟ انا فخورة فيكم. هيدا الموضوع كان كتير مهم بالنسبة لي لأنه بيحكي عن موعد أمهاتنا. ماما ما بتفرحها شي واحد بس تشوف بعينها 10/10. ماما هيك بتحب منا نحقق لها الرب. أنا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، أنا لا أكون لولاها والله ولا أنعم بالحياة بلاها. أنا سر وجودي كيانها وتوفيقي يكون بدعائها. هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان. أمي أمي يا بسمة ثغري وفرحة عيني، يا باقة زهري وقصيدة شعري. آه يا أمي آه يا أمي كم عانيتي، كم شقيتي، كم تألمتي وكم ضحيتي. لا أعرف كيف أوافيك وبأي عبارات أهاتيك. أركع لك حبا، أركع لك حبا، أقبل يديك عشقا، أطلب رضاك دوما وأصلي لأجلك عمرا. سامحيني سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجزة عن الكلام. تتحرك حوالينا كل الوقت، تبعث بروحنا الفرح، تعطينا الأمل، لخفى صوتك ونوع صوتك. عم اسمع صوت من بعيد بعيد جاي من سنين سنين. يلا تنام يلا تنام لهدي لك طير الحمام. روحي يا حمام لا تصدق بضحك على رجلة تنام. طوق المرمر عشفافه والزنبق فوقك